العمدة علي داود، عمدة قرية الحاج سلام. جينا أنا وأهلي من قريتنا من صحراء شمال فرشوط وغرب فرشوط لإعلان تأييدنا ودعمنا الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما قدمه لنا من خدمات في قريتنا، تلك القرية البسيطة الضعيفة المعدومة الخدمات. الآن قرية الحاج سلام فيها كل الخدمات من خلال مبادرة حياة كريمة، من كهرباء لغاز لصرف لمدارس لمراكز طبية لمركز أمومة وطفولة لمركز تأهيل معوقين لبريد لشؤون اجتماعية. فمن خلال منبركم ومنبر اليوم السابع بنعلن تأييدنا الكامل وأصالة عن نفسي ونيابة عن أهلي في كل مكان، وقد أجزم أو أتمنى أن الشعب المصري يكون على نفس القدر من المسؤولية والإحساس، لأن هذا الرجل أعاد لنا الأمن والأمان.